عقد وفد من السلطة التشريعية اجتماعا مع البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية، وقد تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون بينهما وإلى ملف مواجهة الإرهاب، إضافة إلى العديد من الموضوعات. ولإلقاء الضوء على أهمية هذه الزيارة للبرلمان الأوروبي، ينضم إلينا عضو مجلس النواب سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد من بروكسل. سعادة النائب، بداية مساء الخير، ماذا لو تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة وما أهم مخرجات الاجتماعات التي عقدتها السلطة التشريعية مع البرلمان الأوروبي خلال اليومين الماضيين؟ مساكم الله بالخير، مساء الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا تأتي زيارة الوفد البرلماني إلى شتراسبورغ وبروكسل لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وزيادة التواصل بين مجلس النواب البحريني والبرلمان الأوروبي، كذلك البرلمان البلجيكي. صباح هذا اليوم التقينا برئيس مجلس النواب البلجيكي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والآن في البرلمان البلجيكي، والذين حقيقة تفاجؤوا من مستوى الديمقراطية وما وصلت إليه مملكة البحرين في مختلف المجالات. رئيس البرلمان البلجيكي حقيقة كان مهتم جدا بآلية مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي تم من خلال تعديل الدستور في عام 2012، وهي أكد أن هذه خطوة يعني متميزة وخطوة كبيرة في مجال الديمقراطية. كذلك اهتمامهم الكبير بقانون الصحافة، يعني تطويره في مملكة البحرين، ما يؤكد على اهتمام الدول الأوروبية ومتابعتها لمملكة البحرين وتطور الحياة البرلمانية والديمقراطية في المملكة. الأمر الآخر، يعني هناك تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مملكة البحرين من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات مع مختلف برلمانات دول العالم. اليوم كان لنا لقاء مع مجلس نواب الناتو، وهو مجلس يضم أكثر من 28 دولة يهتمون بالشأن الأمني في مختلف دول العالم. حقيقة أثنوا على جهود مملكة البحرين من خلال تعاونهم وما يقومون به لحفظ أمن واستقرار دول المنطقة. احنا بدورنا اكدنا على دعمنا لقواتنا المسلحة ودورها الكبير اللي تقوم فيه من خلال مشاركتها في التحالفات الدولية لمحاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب من بروكسل، شكرا لك.